تعتبر شركة وهج من الشركات الرائدة في مجال التصنيع العسكري، وهي متخصصة في 3 مجالات اللي هي الدفاع والطيران والنفط والغاز. كما أن شركة وهج تصنع القطع الميكانيكية للطائرات العسكرية والمدنية، وأيضا ساهمت وهج بشكل كبير خلال السنوات 3 الأخيرة بزيادة قدرات المحتوى المحلي للصناعات العسكرية، بما يتناسب مع رؤية المملكة للقطاع الصناعي. وكما ترون، وجود المرأة السعودية أصبح يعني اليوم مهم في جميع القطاعات، من ضمنها القطاعات العسكرية والتي تحظى طبعا بالنمو والتطور. وأنا فخورة كوني امرأة سعودية في هذا المجال وفي القطاع العسكري. العمل في مجال تطوير الأعمال يعتبر من المجالات الرائدة في هذه الأيام. وكيف دخلت هذا المجال؟ هو مجال يحتوي على تحديات كبيرة لها أثر كبير في تطوير المهارات والقدرات الشخصية.